العقاب عز الدين دراج مجمع البترولي وصيف البطولة وصيف بطل إفريقيا وبطل الجزائر عدة مرات وفائز بطابة في الجزائر مرتين ومتأهل للألعاب الأولمبية للمرة الثانية للمسيرة الرياضية تاعي. مقارنة مع المحترفين الأوروبيين يعني هما عندهم أفونتاج علينا وعندهم سباقات لأنهم سباقات تاعهم عندهم ضغط مالي وإن المنظمين لازم ينظموا السباقات تاعهم يعني هما راح يشاركوا بنهاية العام هذه في شهر أوت حتى ينطلق الموسم. بالنسبه لي قعدت تقريبا شهر ما تمرنتش كاع برا، تمرنت شويه في الدار هكا ولكن محال تتمرن كيما كنت تمرن من قبل لانه كان عندنا سباقات، كان عندنا الضغط هذاك تاع السباق و حتى هذاك شو يقولوا الموتيفاسيون تاع لا كومبيتيسيون. فيديوهاتك عندها حتى الوضع تاعها راه يعني محرج منذ سنتين يعني هما يتخبطوا في يعني كيما نقولوا في المشاكل حتى يعني السيفونسيون تاع الوزاره ما لحقتهمش وكيما نقولوا بريكولاج. راهي في تدني نلخصها لك على الاخير، راهي في تدني وفي تدني مستمر. وين كنا في الاعوام الماضيه كان عندنا يعني مستوى لاباس به، كنا طالعين كانوا بانوا شبان هكذا، كانوا بداو يبانوا شويه. انا نهضر لك على حساب الخبره اللي عندي، راني قديم في هذه الرياضه. رياضه الدراجات ما عندناش يعني مرافق عامه نسحقوها زعما كيما الملاعب ولا، يعني عطينا غير دراجه وخلينا نمشيو في الطريق ونظموا السباقات. حاجه قليله بزاف كاع، تعطي له غير دير له برك دراجات اللي لازم في المستوى اللي يقدر يوقف بها وما يحشمش بها دراج في المنافسات الدوليه، وشويه هيك تربصات وخاصه المشاركه في منافسات دوليه. ان شاء الله الوزاره ممكن تقول لها دوكا، تقول لك حتى كاين رياضات اخرى ثاني راهي بالك اكثر منها، ولكن كل واحد يهضر على الرياضه تاعو. اش راح نقول لك، يعطيو برك سيبونس يخليو فيدرالية تخدم وينحيو شويه النزاعات اللي راهي بين افراد تاع الرياضه تاعنا، وان شاء الله نتمنوا الخير القدام ان شاء الله هذا ما كان.